tahlil dan doa selamat untuk kita-kita semua. Jadi sementara menunggu ketibaan YB dan menunggu untuk insyaAllah pada 7.14 tadi, kita teruskan doa kita. Mungkin minta wakil semua datang ke kemah. Okay, insyaAllah kita jemput ustaz muda kita dengan tanggungan glamour di dalam untuk memimpin doa kita pada petang, insyaAllah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi salamu alaihi ajma'in wa ala ali kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ihsani ila yaumiddin wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi wa ila arwahi walidina wa bi'andimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وقال أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمته عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله فما استغفرناه وما كناه من يا الله وما صلى وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى هدوة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه ومن والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم أم الجميع بالرحمة والرضوان وادخلناهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم كلهم من ديك القبر والنحور إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم
دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تتبا يا كريم. Ada 3 minit boleh ni YB nak ucap sikit. Terima kasih diucapkan kepada imam muda kita. Sementara kita menunggu buka puasa lebih kurang dalam 3 minit lagi. Eloklah kita berehat sekejap atau bermusikirlah dalam hati sendiri. Allah setiap terima kasih. Ya. Thank you.
Stop it up.